أجل فيه الحالف. وهل ثم وكيل ضيعة أو عدم الحاكم أو إن عدم؟ وهل ثم وكيل ضيعة؟ أنا إذا كان عنده وكيل على ضيعة أو دار كالعقار عموما، إذا كان له وكيل على العقار ثم غاب الحالف، فإنه إذا قضى عنه وكيل العقار هل يبر بذلك أو لا؟ أو عدم الحاكم أو عدم الحاكم أو إن عدم الحاكم أن عدم الحاكم معناها هل يبر بذلك مطلقا أو إنما يبر به إذا عدم الحاكم؟ عليه الأكثر تاويلان. وعليه الأكثر أن وكيل الضيعة أو العقار إذا غاب الحالف وقضى عنه الحق في الوقت الذي أجل فيه الحالف، فإنه لا يحنث ويكون قد بر يمينه بذلك إذا عدم الحاكم. وهذا الذي عليه أكثر العلماء، وبعضهم قال إنه لا يبر مطلقا بقضاء وكيل العقار عنه. عليه الأكثر تاويلان وبرئ في الحاكم إن لم يحقق جوره. وبرئ في الحاكم إن لم يحقق جوره. جوره نعم، قال بأنه إذا دفع هذا الحق للحاكم الذي لم يحقق جوره، الذي لم يحقق أنه الذي لم نتحقق من جوره من ظلمه، فإنه إذا دفع له الحق الذي عليه لسيد فإنه يكون قد برئ من الحق. برئ من الحق معناها الحق لم يعد مطالبا به. نعم. وإلا برك جماعة المسلمين، وإلا بر كجماعة المسلمين وإلا بر يشهدهم، وإلا إذا لم يكن الحاكم محقق عدم الجور بأن كان جائرا فإنه لا يبرأ من الحق الذي عليه. إذا دفع الحق لحاكم جائر لا يبرأ منه، لكن يكون بر يمينه مثلا إذا دفعه إليه قبل الأجر، الله عند الأجر، معناها هو لم يجد، غاب المحلوف عليه، صاحب الحق غاب، والحالف الآن سيدفع هذا الحق في الوقت الذي حلف فيه أنه سيدفعه، لكن لم يجد صاحب الحق، فإنه إذا ذهب به إلى الحاكم العادل فإنه يبرأ من الحق ويبر يمينه. وأما إذا ذهب به إلى الحاكم غير العادل فإنه يكون بر يمينه لكن لا يبرأ من الحق. كجماعة المسلمين يشهدهم. كذلك إذا أشهد جماعة من المسلمين على أن الحق الذي كان يطالبه به زيد والذي أقسم أنه سيقضيه له في الوقت الفلاني أنه ها هو قبل هذا الوقت أو عند الوقت، فإنه بذلك يبر يمينه. وله يوم وليلة في رأس الشهر. وله يوم وليلة في رأس الشهر، معناها إذا قال والله لا أقضينك في رأس الشهر، فإنه له مثلا مجال وهو يوم وليلة لا يحنث فيهم. وعند رأسه، أو عند رأسه له يوم وليلة على كل حال لا يحنث فيهم. أو إذا استهل وإلى رمضان، أو إذا استهل أو لا أقضينك إلى رمضان، أو أقضينك إلى رمضان، فإنه طبعا لا يحنث ما لم ينقض شعبان. ولاستهلاله شعبان، أو لاستهلاله، أو لاستهلاله فله شعبان كله، فله شعبان معناه شعبان كله لا يحنث به. إذا قال لأقضينك إلى رمضان أو إلى استهلال رمضان فإنه لا يحنث ما دام، فإنه إذا قضى في شعبان مطلقا لا يحنث، لا قضى ما دام هناك يوم من شعبان لا يحنث. وبجعل ثوب قباء أو عمامة فيه لا ألبسه. أيوة. وكذلك إذا قال في ثوب معين والله لا ألبس هذا الثوب، ثم جعله قباء
أو قميصا أو جعله عباءة أو جعله عمامة ولبسه فإنه يحدث بلبسه ولو كان ولو أصبح عمامة أو قباء. لا إن كرهه لضيقه. لا إن كرهه لضيقه، لا إن قال والله لا ألبس هذا الثوب لضيقه ثم بعد ذلك شقه فلبسه فجعله شيئا آخر ولبسه لا يعلم، ولا وضعه على فرشه. ولا كذلك مجرد الوضع على مكان منه بدون أن يلبسه فهذا لا يعد حينها. وبدخوله من باب غجر. وكذلك يحنث إذا قال والله لا أدخل من هذا الباب، من باب هذه الدار ومن هذا الباب، وغير الباب فإنه يحنث بدخولهما. في لا أدخله إن لم يكره ضيقه. في لا أدخله، معناها في لا أدخل هذا الباب، والله لا أدخل هذا الباب، إلا إذا كان نيته أنه كره ضيقه، فإذا غير الباب واتسع فإنه إذا دخله لا يحنث بذلك. وبقيامه على ظهره. وبقيامه على ظهره إذا قال والله لا أدخل البيت. وبمكترم في لا أدخل لفلان بيتا. لا أدخل لفلان بيتا، إذا قال والله لا أدخل لفلان بيتا ووقف على ظهره أو دخل بيتا مكترا يسكنه فلان فإنه يحنث بذلك. وبأكل من ولد دفع له محلوف. وكذلك إذا قال والله لا محلوف عليه، والله قال والله لا آكل طعاما لزيد، ودفع زيد طعاما لولده لولد الحالف، وأكل الحالف من الطعام الذي أخذه ولده فإنه يحنث بذلك. له محلوف عليه وإن لم يعلم إن كانت نفقته عليه. وإن لم يعلم إن كانت نفقته عليه، معناها وقال والله لا آكل طعاما لزيد، ثم دفع زيد طعاما لولده الذي تجب عليه نفقته، وأكل منه الحالف سواء علم بأن زيدا هو الذي أعطى لولده الطعام أم لم يعلم. محلوف عليه وإن لم يعلم إن كانت نفقته عليه. وبالكلام أبدا. وبالكلام أبدا. في لا أكلمه الأيام. إذا قال والله لا أكلمه الأيام، هذا معناه أنه إذا كلمه مطلقا يحنث، كلمه في الدهر أو الشهرة أو الشهرة، معناه إذا عرف، إذا قال والله لا أكلمه الأيام أو لا أكلمه الشهرة، لأن الشهور التي فيها الاستغراق والأيام التي فيها الاستغراق، فمعناها جميع الأيام وجميع الشهور، فمعناه أنه إذا كلمه مطلقا يحنث بذلك. وثلاثة في كأيام. وأما إذا قال والله لا أكلمه أياما فإنه يحنث إذا كلمه في ثلاثة أيام، معناها لا بد أن ينقطع عن كلامه ثلاثة أيام. وهل كذلك في لأهجرنه أو شهر؟ وهل كذلك في لأهجرنه كذلك شهر قولان. نعم، وهل كذلك في لأهجرنه الأيام أو هو شهر فقط، قال لأهجرنه ف أو شهر قولان، فإنه يبر إذا هجره شهرا فقط. قولان. هل كذلك مثلا، معناها هل يكون حانثا إذا لم يهجره الدهر كله، وهل إنما يحنث إذا لم يهجره شهرا فقط. والسنة في حين وزمان وعصر. أيوة، وإذا قال والله لا أكلمه زمانا أو حينا أو عصرا فإنه يحنث فإنه يحنث بتكليمه في السنة، أنا فإنه يجب عليه حينئذ لكي يبر أن لا يكلمه مدة سنة. في حين وزمان وعصر ودهر. ودهر، معناه إذا قال والله لا أكلمك دهرا، والله لا أكلمك حينا، والله لا أكلمك عصرا، والله لا أكلمك زمانا، فإنه يحنث إذا كلمه قبل سنة. ودهر وبما يفسخ وبغير نسائه. في لا أتزوجن. أيوة، وبما يفسخ، معناه إذا قال والله لا أتزوجن وتزوج زواجا يفسخ أو تزوج بغير نسائه المعهودات فإنه يحنث. وبضمان الوجه. أكمل.
وبضمان الوجه في لا أتكفل. نعم، وبضمان الوجه في لا أتكفل، والله لا أتكفل به أبدا، لا أتكفل له أبدا بشيء. فإذا ضمن وجهه، إذا ضمن وجهه معناه ضمن إحضاره هو، فإنه يحدث بذلك. إن لم يشترط عدم الغرم وبه لوكيل. نعم، إن لم يشترط عدم الغرم، كذا مثلا إلا إذا كان عند قسمه اشترط عدم الغرم، معناها والله لا أتكفل له بشيء فيه غرام، فإنه إذا أحضر وجهه، إذا ضمن وجهه بأن أحضر ذاته، فلا حينذا حينئذ. وبه لوكيل في لا أضمن له، وبه لوكيل في لا أضمن له، وبه أي كذلك، وبه في وكيل لوكيل في لا أضمن له، وبالضمان لوكيل، به لوالضمان، وبالضمان لوكيل في لا أضمن له، معناه إذا قال والله لا أضمن لك شيئا وضمين لوكيله، فإنه يحدث بذلك. به لا أضمن له إن كان من ناحيته، وهل علم تاويلان، كان من ناحيته معناها وقال والله لا أضمن لك شيئا، ثم ضمن لوكيله إن كان من ناحيته أي من جهته، ولكن الخلاف في هذا، هل الحنث محله إذا علم أنه وكيل له وأنه من جهته، أو أنه يحنث مطلقا ولو لم يعلم. تاويلان. وبقوله ما ظننته قاله لغير لمخبر. وفي قوله ظننته ما قاله لغير لمخبر، معناها إذا قال والله لا أفشي سرك، أو والله لا أخبر بهذا أحدا، فمثلا هو قال لزيد، قاله زيد قولا معينا، فقال والله لا أخبر بهذا القول أحدا، فجاء، وهذا اللي متكلم عمرو، فجاء خالد فقال لعمر زيد قال لي كذا، فقال له عمر ما كنت أظن أنه أخبر به أحدا غيره، فهذا يحدث لأنه إخبار في الحقيقة. لمخبر فيه ليسرنه، ليسرنه معناها والله، قال له والله لأسرن ما حدثني به، لكن جاء رجل آخر فحدده بأن زيد الذي حدده بالحديث وأقسم وقال والله لأسرنه، وأقسم عمرو وقال والله لأسرنه، جاء خالد فإذا هو حدده زيد بنفس الكلام، فقال له متعجبا ما كنت أظنه أخبرك بهذا، هو يحنث بهذا. وبيذهب الآن إثراء لا كلمتك حتى تفعلي، وبيذهب الآن في إثراء لا كلمتك حتى تفعلي، بيذهب الآن معناها قال لها والله لا أكلمك حتى تفعلي كذا، وقال بعد ذلك ذهبي افعلي هذا الذي فإنه يحدث بذلك. إثراء لا كلمتك حتى تفعلي، وليس قوله لا أبالي بدءا لقول آخر، أكمل الكلام، وليس قوله لا أبالي بدءا لقول آخر لا كلمتك حتى تبدأ بي. أيوة. طيب إذا قال والله لا كلمتك، والله لا أكلمك حتى تبدأ أنت بتكليم، فقال المحلوف عليه للحالف لا أبالي بذلك، فلا أبالي ليست بدءا للكلام، فلو كلمه بعدها لحنث. لا كلمتك حتى تبدأني وبالإقالة، وبالإقالة أكمل، وبالإقالة في لا ترك من حقه شيئا إن لم تفي، لا ترك من حقه شيئا إن لم تفي. أيوة كذلك، قال إذا قال باعه شيئا
وقال له باع عمرو لزيد شاة، قال له والله لا أترك لك من حقي شيئا، والله لا أترك لك من حقي شيئا، والله لتقضين حقي كاملا. عندما قال له ذلك بعد ذلك طلب منه الإقالة فأقاله. إذا لم تكن الإقالة، إذا لم تفي الإقالة بالثمن فإنه يحلف بذلك. لا إن أخر الثمن على المختار، لا إن أخر الثمن على المختار. أما إذا أخر الثمن في على المختار فهذا لا يحلف به. ولا إن دفن مالا فلم يجده ثم وجده مكانه في أخلته. ولا إن دفن مكان، ولا إن دفن مالا ثم لم يجده في مكانه وقال والله لقد أخذت هذا المال، والله لقد أخذته، فإنه لا يحنث إذا كان على يقين من أنه لم يأخذه غيرها. ثم تبين ما وجد طبعا هذا المال في وجد هذا المال في 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 المكان نفسه في أخذته وبتركها عالما في لا خرجت إلا بإذني. قل شوي. وإلا ولا إن دفن مالا فلم يجده ثم وجده مكانه في أخذته وبتركها. نعم ذلك لا يحنث به. وبتركها عالما في لا خرجت إلا بإذني. نعم إذا قال والله لقد أخذت هذا المال وهو دفنه في مكان ولم يجده فيه ثم وجده بعد ذلك وعلم أنها لم تأخذه هذا لا يحنث به، ويحنث الصاب بقضية أخرى. أيوة ما هي يحنث؟ بتركها عالما في لا خرجت إلا بإذني. أيوة وبتركها عالما في لا خرجت إلا بإذني، قال والله لا تخرجي إلا بإذني ثم خرجت بغير إذنه وتركها سكت عنها وهو عالم. لا إن أذن لأمر فزادت، لا إن أذن لأمر مزاد بلا علم، لا إن أذن لأمر مزاد بلا علم. قال والله لا تخرجي هذا البيت إلا بإذنه، ثم استأذنته وقال اذهبي إلى المكتبة واشتري كتابا فزادت، فذهبت إلى غير المكتبة فإنه لا يحنث بذلك. وبعودها وبعوده لها بعد بملك آخر في لا سكنت هذه الدار، دار فلان لا سكنت، وبعوده لها بعد بعد بملك آخر، بملك آخر في لا سكنت هذه الدار، في لا سكنت دار فلان، في لا سكنت هذه الدار، في لا سكنت هذه الدار، في لا سكنت، لا سكنت هذه الدار، هذه الدار، ودار فلان هذه. نعم شو هو إذا قال والله لا أسكن دار فلان هذه أو لا أسكن هذه الدار ثم ملكها شخص آخر، هي كانت لزيد وملكها سعد، فإنه إذا دخلها يحنث بذلك ولو تغير ملكها. إن لم ينوي ما دامت له، إلا إذا كانت نيته قيدت خصصت بما دامت له. نعم ما دامت له لا دار فلان، لا دار فلان، لا إن قال والله لا أسكن، والله لا أدخل دار فلان، فإنها إذا تغير ملكها وأصبحت شخص آخر فإنه إذا دخلها لا يحنث بذلك. ولا إن خربت وصارت طريقا إن لم يأمر به، ولا إن خربت وصارت طريقا إن لم يأمر به، إذا خربت وصارت طريقا ولم يأمر هو بتخريبها ولا بجعلها طريقا فإنه إذا مر بالطريق حينئذ لا يحنث. وفي لا باع منه أو له بالوكيل إن كان من ناحيته، وفي لا باع منه أو له بالوكيل إن كان من ناحيته، أنا إذا قال والله لا أبيع منك أو لا أبيع لك، أنا لا أشتري منك ولا أبيع لك، فاشترى من وكيله أو باع لوكيله إن كان من ناحيته فإنه يحنث بذلك. وإن قال حين البيع، وإن قال حين البيع أنا حلفت فقال هو لي ثم صح أنه ابتاع له حنثة. وإن قال حين البيع أنا حلفت فقال هو لي ثم صح أنه ابتاع له حنثة ولزم البيع. نعم شوف إذا قال حين البيع
قال له عندما أراد أن يشتري من وكيله، قال له أنا لا أستطيع أن أشتري منك لأني أنا حلفت أن لا أشتري من هنا. قال له الوكيل هذا المبيع لي أنا وليس لفلان. ثم تبين بعد ذلك أنه لفلان وأنه ليس للوكيل، تبين بعد ذلك أنه ابتاع له، أنه أن الوكيل إنما باع لفلان. فإن البيع يصح ويحنث الحالف. وإزاء تأخير الوارد في إلا أن تؤخرني لا في دخول داري. وإذا قال لشخص والله لأقضينك حقك في اليوم كذا إلا أن تؤخرني، فمات هذا الشخص وأخره الورثة، أنا أجلوه، فإن هذا يصح ولا يحنث بتأجيل الورثة. لا في دخول دار وتأخير وصي. لا في دخول دار وتأخير وصي بالنظر ولا دين وتأخير غريم إن أحاط وأبرع. عد شوي الفقرة. وإزاء تأخير الوارث في إلا أن تؤخرني لا في دخول دار وتأخير وصي. لا في دخول دار، شو إذا قال والله لا أدخل دار فلان، والله لا أدخل دار فلان، والله لا أدخل هذه الدار، والله لا، فإنه إذا دخل هذه الدار بعد موت صاحبها فإنه يحنث بذلك. وتأخير وصي بالنظر. وتأخير وصي بالنظر. ولا دين. وتأخير غريم إن أحاط وأبرع. نعم، وأجزاء أيضا، معناها إذا أخر وصي بالنظر لمصلحة، إذا أخر وصي بالنظر معناها الوصي الذي ينظر في مصلحته، ينظر في مصلحة أولاد الميت، إذا أخر كذلك أجزاء تأخيره ولا يحنث. إذا كان تأخير وصي بالنظر ولا دين وتأخير غريم ولا دين إن أحاط وأبرع. نعم، ولا دين معناها عنه الوث والميت ليس عليه دين. وتأخير غريم إن أحاط وأبرع. أيوه. وأما إن أحاط الدين بمال الميت وأخر الغريم أي الدائن وأبرع وفي بره. وأخر الغريم أي الدائن، شوف الآن عندنا عدة صور. عندنا الصورة الأولى أن الميت مات وورثته أخروا الدين عن 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 الحالف الذي قيد بالتأخير، قال والله لأقضين إن لم أؤخر، هذا أجزاء. وعندنا أن الوصي أيضا اللي قائم على مصالح الأولاد أنه إذا أخر عن الحالف قضاء الدين وكان الميت ليس عليه دين فإن هذا يجزي. عندنا الصورة الثالثة أن الغريم أن الغريم اللي هو الدائن أيضا إذا كان مال الميت أحاط به دين الغريم فأصبح المال للغريم في الحقيقة، إذا أخر أيضا القضاء عن الحالف فإنه لا يحنث في هذه الصور كلها. إن أحاط وأبرع وفي وأبرع بره. إن أحاط وأبرع، أيوة، إن أحاط وأبرع، إن أحاط الدين وأبرعه، وكذلك إن أبرعه من إن أبرعه من 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 الدين فهو بريء منه. نعم. وفي بره في لا أطع أنها فاطئها حيضا. وفي بره في لا أطع أنها ووطئها حائضا، كذلك هذا فيه خلاف، معناها قال والله لا أطع أنها ومنع مانع شرعي من ذلك، ولكنه هو لجهله اقترف الحرام، فهل يأثم ويبر يمينه أو أنه يأثم فقط ولم يبر؟ وفي لتأكلنها فخطفتها هرة فشق جوفها.
وكلت وفي لتاكلنها لتاكلنها أنا قال لها والله لتأكلن هذه اللحم هذه قطعة اللحم حلف على امرأته أن تأكل قطعة من اللحم فجاءت هرة قبل أن تأكلها المرأة فخطفتها فشق جوفها بسرعة وأخرج القطعة وأكلتها المرأة بعد إخراجها من جوف الهرة وهذا كله مستبعد هذا كله مغرق في الاحتمالات مغرق في الاحتمالات النظرية وأكلت وأكلت أكلتها وبعد فسادها قولاني أو أنها تركتها لم تأكلها حتى فسدت لم تأكلها حتى فسدت ففيه قولاني يكون يحنث بذلك أم لا يحنث قولاني إلا أن تتوانى وفيه الحنث بأحدهما إلا أن يتوانى إلا أن إلا أن تتوانى وفيه الحنث إلا أن يتوانى إلا أن يتوانى إلا أن يتوانى أيوة إلا أن يتوانى إلا أن يتراخى في شق في شق في شق جوف الهرة التي أخذت اللحم فإنه يحنث حينئذ وفيه الحنث بأحدهما في لاك سوتها ونيته الجمع والسشكلة وفيه الحنث بأحدهما في لاك سوتها ونيته الجمع والسشكلة في لاك سوتها مثلا ثوبين في لاك سوتها في لاك سوتها هذين الثوبين أنا قال والله لا أكسونها هذين الثوبين معناها ونيته الجمع معناها لا أجمع لها بينهما وإنما سأكسوها واحدا منهما فإذا نوى أنه لا يكسوها ما كانت نيته أنه لا يريد أن يكسوها إلا واحدا فإنه يحنث إذا كساها واحدا واستشكل لأن النية تقيد وتخصص واستشكل وأجيب عنه بأنه محله إذا رفع عنه محله إذا كانت القضية ليست ديانة وإنما هي قضاء لأن القاضي يقدم ظاهر اللفظ على ما على النية طبعا القاضي يقدم ظاهر اللفظ على النية إذن هذه الأمثلة التي ذكر منها طائفة كبيرة عبارة عن فروع لا يمكن حصرها لأن هذه الأمثلة التي أعطانا هي عبارة عن افتراضات قد يكون البعض منها وقع وقد يقع وقد يكون البعض منها يقع كثيرا ولكن البعض منها لا يقع إلا نادرا وقد يوجد منها ما يمكن أن ما يمكن أن 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 لا يقع أصلا ليس منها شيئا مستحيلا ولكن منها ما يمكن أن لا يحدث في المستقبل مطلقا وعموما بالنسبة للفروع والمسائل قاعدتها أنها لا يمكن أن تستقصى والسبيل في ذلك هو أن نعرف القاعدة لأنه بمعرفة تلك القاعدة يمكن أن نفهم وأن نعرف حكم أي فرع وقفنا عليه بعد ذلك فالقاعدة عند المالكيين التي دارت عليها هذه الأمثلة التي ذكرنا للشيخ هي أنهم في مجال الأيمان يحنث الحالف بوقوعه في أقل جزء من المحلوف عنه ويحنث بوقوعه فيه نسيانا أو جهلا أو غلطا وبالتالي أي صورة
من الصور التي يمكن أن توقع الحالف في المحلوف عنه إذا وقع منها إذا وقع في المحلوف عنه من جهتها فإنه يحنث إلا الإلجاء إلا إذا ألجئ وأكره على شيء فإنه لا يحنث في تلك الحال. وهذه القاعدة الجامعة في كل الفروع لكل المسائل التي تكلمنا عنها. نعم. وأما في باب البر فإنه لا يبر الحالف إلا باستكمال المحلوف عليه تماما، فإنه يظل على حنث ما لم يستكمل المحلوف عليه. نعم. فصل: النذر التزام مسلم كلف ولو غضبان. النذر التزام مسلم كلف ولو غضبان. هنا سيتحدث عن النذر، والنذر الأصل فيه من كتاب الله تبارك وتعالى، قوله تعالى في سورة الحج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وفي سورة آل عمران قال الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية من بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الإنسان: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وإذن النذر هذا الأصل فيه في كتاب الله، والأصل فيه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين قال: قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. الحديث متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا فكفارته كفارة يمين. حديث متفق عليه. وفي رواية الترمذي قال: من نذر نذرا ولم يسمه. وفي رواية أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لم يسمي فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وفي حديث أبي في حديث عمران عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية. وفي حديث عقبة ابن عامر عند الشيخين قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، فسألتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال: لتمشي نذرت أختي أن تمشي حافية، نذرت أختي أن تمشي حافية إلى بيت الله، فسألتني
أن استفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفسيته فقال لتركب لتمشي ولتركب، متفق عليه. وفي رواية أحمد والأربعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مر هذا التختمر والتركب ولتصم ثلاثة أيام. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الشيخين قال سأل استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فلم تقضه فماتت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له هل أقضه؟ قال نعم. وفي حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا بنوانة، وهي موضع وراء ينبع على قرب الساحل، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أكان بها وثر يعبد؟ قال لا. قال أكان بها، هل كان بها وثن يعبد؟ قال لا. هل كان بها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك. الحديث أخرجه أبو داود والطبراني وله شاهد من حديث كردم عند أحمد. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال رجل يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ببيت المقدس، قال صلها هنا، فسأله فقال صلها هنا، فسأله فقال شأنك فشأنك إذن. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. فشأنك إذن معناها فعل ما تريد من صلاتك بيت المقدس، معناها تجزئك لو صليت هنا في المدينة، لو صليت هنا في مكة، صليت هنا في مكة، لأن الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. والحديث اللي افتتحت فيها عنه فيها أخبار النذر عنه ما يتواسم لا بد منه، أنه لا يأتي بخير، معناها أنه لا يجلب لك خيرا لم يكن الله قضاه لك، ليس سببا في خير لم يكن الله قضاه لك. طيب. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في البيت في الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. الحديث متفق عليه. وفي رواية البخاري أن عمر اعتكف ليلة في الكعبة وغيرها من الأحاديث. نعم. النذر التزام المسلمين كله ولا غضبانه. النذر ما هو؟ النذر أن يلتزم مسلم كلف، الشرط فيه أن يكون مسلما، والشرط الثاني أن يكون مكلفا، الشرط الثالث أن يلتزم ما ليس بواجب، يلتزم ما ليس بواجب. فالواجب التزامه لا يفيد شيئا لأنه يجب عليك. نعم. ولو غضبانا، ولو غضبانا، ولو كان غضبان. وهذا فيه رد على الذين قالوا بأن نذر الغضبان لا يلزم. وإن قال إلا أن يبدو لي
أو أرى خيرا منه أكمل بخلاف إن شاء فلان فبمشيئته. نعم. وإن قال إلا أن يبدو لي أو أرى خيرا منه، معناها إذا نذر نذرا وقال نذرت لله أن أفعل كذا إلا أن يبدو لي، أو نذرت لله أن أفعل كذا إلا أن أرى خيرا منه، فإنه على الصحيح يلزمه ذلك. والقول المخالف يقول بأنه لا يلزمه إذا قيد بهاتين الصيغتين. نعم. وأرى خيرا منه بخلاف إن شاء فلان فبمشيئته، وإنما يلزم به ما ندب كلله علي وعلي ضحية. نعم. عاد شوي الفقرة اللي قبل هذا. بداية النذر التزام مسلم. نعم. ولو غضبان، وإن قال إلا أن يبدو لي أو أرى خيرا منه بخلاف إن شاء فلان فبمشيئته، وإنما يلزم به بخلاف إن شاء فلان بمشيئته، معناها إذا قال نذرت أن أطعم أبناء زيد إن شاء زيد، فإنه إنما يلزم بمشيئة زيد. بمشيئة إنما يلزم به ما ندبك لله علي أو علي ضحية. نعم. وإنما يلزم به ما جاز أو ندب، معناها لا يلزم به الحرام ولا يلزم به والواجب لا يحتاج إلى نذر، وإنما يلزم به ما جاز أو ندب. كلله علي مثاله لله علي كذا، أو لله علي ضحية لأنها لا تجب. وندب المطلق وكره المكرر. وندب المطلق، معناها ندب النذر المطلق غير المعلق. النذر منه ما هو مبهم ومنه ما هو مطلق. المبهم مثلا المعين ينقسم إلى قسمين، إلى مبهم ومعين، والمعين ينقسم إلى قسمين، إلى مطلق ومعلق. بالنسبة للنذر المبهم، كيف نذرت لله؟ والنذر المعين، كيف نذرت لله صوم يوم؟ والنذر المطلق، كيف نذرت لله صوم يوم؟ هذا مطلق. والنذر المعلق، نذر معين المطلق، كيف نذرت لله صوم يوم؟ والنذر المعلق، كيف نذرت لله صوم يوم إن قدم فلان؟ هذا نذر معلق. ويلا يسبق الصوم يبادر به. يلا يبادر بالصوم. نذر المعلق. نذر المعلق معلق على شيء معين، إذا وقع هذا الشيء تفعله. هو النذر كما قلنا، شوف، ما يكون نذرا مبهما، معناها نذرت لله فقط، هذا فيه كفارتين. أيوة. إما أن يكون نذرا معين، معناها عينت المنذر، تقول نذرت لله أن أصلي ركعتين، هذا نذر معين لكنه مطلق ليس مقيدا بشيء. أما إذا قلت نذرت لله أن أصلي ركعتين إن شفاني الله، فهذا معلق بالشفاء، تالي يلزمك بعد الشفاء. وأما المطلق فيلزم فورا لأنه ليس معلقا على شيء. نعم. وكره المكرر. وكره معناها ندب المطلق، معناها أن النذر المطلق مندوب عند المالكية وليس مكروها، وبعضهم قال إن النذر مكروه مطلقا. وكره المكرر، معناها كره النذر المكرر، يعني تقول نذرت لله أن أصوم يوم الثلاثاء من كل أسبوع، هذا يكره. وندب المطلق وكره المكرر. نعم. وفي كره المعلق تردد. وفي كره المعلق تردد، المعلق بشيء معين كما قلنا، هذا في كراهته تردد، في الخلاف أي يكره أم لا يكره عند المالكية، والصحيح كراهته عند الجمهور. ولزم البدنة بنذرها. ولزم بالنذر البدنة بنذرها، معناها إذا نذرت لله بدنة
تنحر بدنة أو تعطي بدنة أو تهدي بدنة فإنه يلزمك ذلك. فإن عجز بقرة فإن عجزت عن إخراج البدنة فتخرج بقرة استطعت إليها. هي البدنة ما هي نفس الحيوان الكبير؟ لا البدنة تقال للإبل، البدن إنما هي الإبل. ولزم البدنة بنورها فإن عجز فبقرة ثم عجز فبقرة سبع شياه ثم إذا عجز عن البقرة يخرج سبع شياه لا غير لا غير لا غير مثلا إن إن لا غير معناها لا يخرج أكثر من سبع ولا يخرج أقل من سبع، ولكن إذا عجز عن الصيام يصوم عشرة أيام. وصيام بثغر ويلزم الصيام ولو بالثغر. الثغر هو المكان المخيف الذي عليه الذي يرقب المجاهد يكون فيه يراقب العدو.